ابنة إمارات رزق تلفت الأنظار في أحدث ظهور لها، بدت نسخة مصغرة عنها والجمهور في صدمة. يمكن ما نرجع نحكي، عطيني وعد ما تبكي. تصدر اسم الممثلة السورية إمارات رزق محركات البحث والترند بعد أن انتشر صورة لابنتها إحساس، والتي أثارت فيها الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي. وفي التفاصيل، انتشرت صورة لابنة إمارات رزق وحسام جنيد، وتداولها الجمهور بكثرة مشددين على الشبه الكبير بينها وبين والدتها، معربين عن إعجابهم بجمال الفتاة التي أصبحت نسخة تبقي الأصل عن والدتها التي تتمتع بملامح مميزة. وفي التفاصيل، أعلن الفنان حسام جنيد عبر حسابه على فيسبوك اعتزاله الفن بسبب الظروف القاسية التي يمر بها حاليا، مؤكدا أن هذا العام سيكون الأخير له في مجال الغناء. وأشار جنيد إلى أنه سيستمر في الغناء لنهاية العام الجاري بسبب التزامه بعدة عقود مع متعهدين لحفلات وأعراس وسفر، بالإضافة إلى التزاماته بتقديم مجموعة أغاني مع ملحنين وشعراء، حيث سيطرح كل أسبوع أغنية على يوتيوب حتى نهاية العام. ولم يخفي جنيد عن جمهوره الأسباب وراء قرار الاعتزال قائلا: في رجل أعمال سوري كبير وإله نفوذ بكل العالم، عم يرعب المتعهدين وصاحبين المصلحة إنه ما يشغلوني ولا يتعاطوا معي. ليش؟ لأنه هو بيخوف. حاولت أبعث له أخبار لأعرف ليش من كل الجهات وما تجاوب. شو السبب؟ أنا ما بعرف. على كل حال اليوم زمن السلطة والمصاري. وتابع: لأنه متعهدين الحفلات بلبنان واللي معتبرين حالنا واحد، كمان شانين حرب كبيرة على حسام جنيد لحتى يبيضوا وجه. كما ذكر جنيد أيضا أنه ليس قادرا على التماشي مع طلب البعض بغناء أغاني هابطة واستخدام مفردات نابية، حيث قال: لحتى تعمل جو لازم تسب وترقص وتغني أغاني مزابطة. أبدا حاولت بس ما قدرت، صوتي وفني أكبر منه بكتير، بقى رح أترك بكرامتي أحسن. ما بدي غير هيكم بس. واختتم منشوره بالقول: أنا بحترم كل الفنانين، لا بعمري أذيت حدا، وإنتوا رح تكتشفوا الأصوات السنة الجاية لأنه ما بقى حدا غبي.